جونا 10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 يفهمنا 6-12 على يفهم أحلى 11:05 على يفهم أحلى راديو. شكرا على الاستماع. جونا 10-12 حتى النص النهار معكم يوسف البحري كالعادة من وراء الميكرو. أمين أبو غنجة في الإعداد, نور بولابيار في الإخراج, إيمان في إيفم تي في وكل الفريق على الريزو سوسيو متاعنا. تنجموا تتابعونا باش فيسبوك انستغرام راديو إيفم. توت سويت أخبار الرياضة. ما قبل أخبار الرياضة فما معناتها باش نفضوا موضوع أخبار الرياضة. زينب وليت زينب بسرور وليت في أخبار الرياضة. توت سويت مع أخونا أمين جلانس. نهبلكم أمور الرياضة. سي أمين بونجور. صباح النور يوسف. صباح الفل. تحية ليك, تحية لجميع المستمعين والمشاهدين. كنت شاكك نحكي معاك بالعربي بالفرنسي ولا بالبورتوغي على خاطر البارح كتبوا هبطوا تصويرتك وكتبوا صحافي برازيلي زملائنا في بيروت. تحية ليه. مرحبا اقوى صحفي رياضي فيك يا تونس ويا يا افريقيا ويا افريقيا كلها بالجمله وبالحامله. هذه ساعه تو تصفي في الجو, عرفت التكتيك هذايا, نعرف الاستراتيجيه هذايا راني نعرفها. انا عندي حق الرد ولا بيان سور بيان سور عندك كيما هي قالت في دقيقتين, قالت اللي انت جوست نذكر بتبيع لانه حق الرد معناتها لازمني 5 ثواني. قالت راهو جرايرك انت تونس خسرت البير. ليه انا اسال علي زينب؟ انا جبت القاب كؤوس, فما شكون الكؤوس يعرفهم في الكؤوس في المار ونعرفهم من انت الكوجينة. ومثلنا ما نشتور انو انت تعرف طيب ولا ليرة وخطر عمرو. صحيح اسمع, فما كان التيوري كماري شيء انا تو الى يا جلانزا راي ديجا توصيك زينوبة على البارميجيانو. شوية جبن, شوية شكلاتة, شوية فحات, وشوية بيستو. طيب تبعث لك الليست ام بعد؟ انا بعث لك الليست. انا امورك واضحة, امورك واضحة. امورك واضحة. يلا اخبار الرياضة معك امين كالعادة. البارح هزيمة المنتخب الوطني التونسي 5-1 ضد البرازيل, باش نحكيه كيف كيف على الحادثة العنصرية اللي صارت من الجمهور التونسي معك توت سويت. نسمع فيه فما جينجول ولا ليه؟ لا مرحبا بيك. انت حكيت على زمان في بغوت اللي كتبوا عليه انه انا صحفي برازيلي. لا احنا العديو في نشرة الستة قبل المباراة من امام الملعب, والجماهير التونسية كانت تتفاعل مع اللايف متاعنا وما خلونيش الحقيقة نعطي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. الحقيقة الفيديو ياسر سامبا وجات سبونتاني. نسلموا ياسر على جماهير المنتخب الوطني التونسي اللي في البداية الحقيقة والله رينا صورة جميلة على جماهير المنتخب الوطني التونسي على تونس. صحفيين برازيليين نحكي معهم يعني حتى تشوفوا فيديو من بعد زملائنا في جلوبو تي في قالك كوش علينا نلعبوا في تونس الحقيقة. ما حسيناش نلعبوا في بريد. البارح طاقة استيعاب الملعب يظهر لي 99 منها توانسة, يتعدوا على 7 اليد المشجعين البرازيليين اللي جاوا البارح, لكن نقاط سوداء, نقاط الحقيقة حاجات تتحشم صارت البارح اللي هي عندي انا تصفير على 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 نشيد الرسمي البرازيلي حاجه غير مقبوله. رغم انه مثلا انا تو بعد اسمه تياغو سيلفا شنو قال على النقطه هذه معناها ما ظهرتوش حاجه جراف برشا, لكن الحاجه اللي تقلق ياسر هي البنانه. البنانه اللي ترمت على ارضيه الميدان وبعد تقرا لك ماهيش بالعاني وكان جاي في ايفون راهو لا زوز بنانتي كان كعب ميدان الميدان, فما واحدة ما ظهرتش الثانية ظهرت وكل المقصودة وفيها عنصرية الحركة والحقيقة مش نجر عنها حاجات ممكن ما هيش تنفع المنتخب الوطني التونسي. تو انتي البرازيل مستحيل كانت تعاود تلعب معك البرازيل من هنا 10-15 سنين قدام على اللي صار البارح بعد كومنيكي اللي هبط. راهو حركة عنصرية, راهو الحقيقة حاجة تحشم كتبوا عليها الصحافة الكل. اليوم حكينا حتى شوية مع برهين في الليميشون بوسيبل, بون تخالفنا في الراي نوعا ما في ما في استوديو جماعه قالوا علاش جلد الذات وهذوما 6 الناس ما يمثلوش الجماهير اللي جات البارح, لكن الحقيقه قرار
البث قص مع امين غلانزا من باريس هاو باش يرجع الحقيقه كما قال هو ونشاطر الراي شيء حشم اللي صار البارح في ملعب الامراء في باريس. الحقيقه ما نحبوش نشوفوا الحاجات هذيا لانه نحن التوانسه اللي يعيشوا غاديك عنا برشا توانسه تعيش في فرنسا ديجا يعانيوا نوعا ما من العنصريه. دونك نحن زاده نعملوا الحاجات هذيا لا اخلاقيه نقولوا نحن وحاجات عنصرية والصحافة العالمية الكل تكتب على الموضوع ذي الحقيقة شيء حشم برشا كما قال أمين راو ينجر عنه برشا حاجات لأنه كما قال الليكيب تاع البرازيل ما تصورش نهار باش تخمم تعاو تلعب مع تونس بعد الحادثة كما انها كي ينجر عنه زادة أنه فما زادة إكيبات أخرين كديناسيون زخرين بالكشي يحبوا يلعبوا ضد تونس كيف كيف يخموا برشا مرات قبل ما يلعبوا ضد تونس. الحق شيء حشم برشا نستنيه أمين يرجع لنا من باريس باش ناخذوا معاه شنو التقال في الصحافه البرازيليه. خلينا نسمعوا شنو قال تياغو سيلفا اللاعب البرازيلي تياغو سيلفا شنو قال على المباراه نتاع البارح وشنو قال على الحركه اللا اخلاقيه والعنصريه اللي صارت من الجمهور التونسي. Un match référence pour le Brésil aujourd'hui et un avertissement pour tous les adversaires du Brésil durant la Coupe du Monde. Oui, c'était un beau match. On a essayé de donner tous sur les deux matchs qu'on a joués. Nous sommes bien préparés pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas exactement combien de joueurs ça manque pour le Mondial, mais j'ai vu une bonne équipe aujourd'hui avec une bonne mentalité. Il faut continuer comme ça pour arriver bien sur la Coupe du Monde. Que pensez-vous de la Tunisie, l'adversaire aujourd'hui ? C'est une bonne équipe, c'était difficile le match en première période. Hein. On a bien joué, on a essayé de gérer le match. Malheureusement, il y avait l'expulsion qui change tout le match. Le contexte du match, ça change beaucoup. Aujourd'hui, le plus important, c'est comment on a géré le match. Le deuxième période, c'était un peu plus difficile, même si on était avec lui. Silva, اللاعب البرازيلي, يقول انه المباراه كانت ماشيه. Un match référence pour le Brésil aujourd'hui et un avertissement pour tous les adversaires. C'est juste l'expulsion, اللي هو الورقه الحمراء اللي خذاها ديلان برون في الشوط الاول هي اللي بعثرت شويه المباراه. رجع معنا امين غلانزا. نرجع امين على الصحافه العالميه, خلينا نقولوا بارتو تكتب برشا كلام على اللي صار البارح في مباراة البرازيل وتونس. باهي انت ما كملتش ممكن الاكستريم تاع تياغو سيلفا نحكي على لقطة امس نرجعوا له. قال انه نرجعوا له معك انت. باش نرجعوا له توم بعد. باهي من بعد نرجعوا له. الصحافة العالمية كل كتبت على اللقطة اللي صارت ريشارسون. الحقيقة حاجة حشم والحقيقة باش ضرنا الحادثة اللي صارت البارح, الحادثة اللي هي عنصرية والحقيقة تحسبت على جماهير المنتخب الوطني التونسي, ولو أنه كما قلنا هي فئة صغيرة ما تمثلش الجمهور كل, لكن تحسبت علينا وصورة ممكن الجماهير التونسية تمست نوعا ما. به بشارج عن تياغو سيلفا, نكمل نسمع تياغو سيلفا شنو قال في الموضوع. يوسف شنو قال على حكاية بنانا والنشيد الرسمي البرازيلي اللي زفر عليه جماهير المنتخب الوطني التونسي. Mais ça c'est normal. Ça c'est normal, je ne veux pas critiquer des gens qui sifflent notre hymne national parce qu'ils vont supporter leur équipe, c'est normal. La chose qui me laissait triste, c'est le geste de la banana. Ça franchement, ça me laisse très triste parce que c'est fini ça, c'est fini. Tu supportes ton équipe, mais des gestes comme ça ne peut pas arriver encore. يقول انه هو حزين جدا على الجيست هذايا نتاع بانانا. اخوي غلانز, تياغو سيلفا البارح الحقيقه كان متواضع وكان الحقيقه في المستوى وعطانا تصريح ما تحسش ملاعبي الحقيقه يلعب في تشيلسي ولعب في ميلان ولعب في باريس سان جيرمان. حكي زاد على المنتخب الوطني التونسي. انا كنت سالته على حدود المنتخب في المونديال ضد الدنمارك ضد استراليا ضد فرنسا, قال انه المنتخب قادر انه يمر للدور الثاني. تياغو سيلفا عطانا تصريح, نيمار عطانا تصريح بعد شويه بشابت. نيمار قال انه ملاعبية المنتخب الوطني التونسي كانوا يعتمدوا نوع من الخشونه المفرطه والتدخلات العنيفه. ماك تعرف نيمار من عوايده انه الحقيقه يبالغ شويه في رده فعله مع اي تدخل.
البارح نقطة أخرى هي التحكيم اللي السخيري قال أنه الحكم قال فما فار ثم ما ريناش الفار خاطر فما أهداف الهدف الثاني وحتى لقى ضرب جزاء نجموا نحكيو فيهم تحكيميا. الحقيقة أنا شفت أرجو في الهدف الثاني والورقة الحمراء يتحكي فيها زادة كما قلت لك من لعبية البرازيل أعطونا تصريحات عكس لعبية المنتخب الوطني التونسي. أبار الياس السخيري حتى ملعبي مجانا للزون ميكس يوسف اتصلنا بمصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم قلنا لهم رانا ساعتين نستناو بالحق ساعتين يوسف نستناو وينهم الملاعبية جاوا ملاعبية البرازيل عطاونا تصريحات لعبية المنتخب كان الياس السخيري فقط وينهم الملاعبية قالك الجهة المنظمة ما قالت لهمش تعداو للزون ميكس لم تعلمهم بوجود زون ميكس ومن بعد الجامعة هبطت لنا حوارات أجرتها خلينا نقول بواد دو برود اللي تخدم مع الجامعة التونسية لكرة القدم وتصريحات لينا احنا ما فماش. انا الحقيقة سبب اللي اخذيناه من عند الجامعة سبب تغيب الملعبية على الزون ميكس ما اقنعنيش. انا راه قلة احترام للصحفيين التوانسة اللي عملوا ديبلاسمون لباريس ماهيش رخيصة باريس وماناش كل يوم نلعبوا ضد منتخب البرازيل. هذه زادة نقطة سوداء للمراجعة بالنسبة لملاعبية المنتخب الوطني التونسي وجامعة التونسية لكرة القدم. علاش الصحفيين التوانسة ما ياخذوش تصريحات؟ نقاط استفهام عديدة فيما يخص هذا يوسف. ماذا بينا صحيح توضيح غلانزا من الجامعة التونسية لكرة القدم على راسهم سي قيس رقيز يقول لنا علاش الجواريت ما مشاوش لأنه هو المسؤول على البريس والتصريحات. وخذينا التوضيح يوسف راه هو توضيح خذيناه لكن أنا ما أقنعنيش شنو معناها مش مقنع. ما تقول لك ما تجيش الزون ميكس أي مباراة في العالم فيها زون ميكس ماتش أميكال ماتش أوفيسيال بعد الماتش تتعدى للزون ميكس حتى قبل الدوش الملعبية يتعداو للزون ميكس يعطيو تصريحات حتى تتعدى ما تعطيش تصريح يصير على 10 ملعبية يعطيوك 3 4 تصريحات سيينا خلصت نهاري معناه شنو معناه انا نقعد نستنى ساعتين كاملين وما يجيني حتى ملاعب المنتخب الوطني التونسي غير الياس السخيري المشكور اللي واجه الصحافة. الياس السخيري حتى اجاباته كانت الحقيقة في المستوى اخلاق وتربية وما شاء الله عليه معناه الياس السخيري اللي لاعب كولن الالماني لكن بالنسبه للبقيه نقاط استفهام عديده وبرا خسر 5 ماناش كل ملعبوا ضد البرازيل وي. الصحافه والشعب التونسي عنده حق على الملعبيه ويحب يسمع ردود افعالهم ويحب يسمع تصريحاتهم بعد المقابله والشيء اللي صار غير مقبول يا يوسف. نحكيو على الصحافة البرازيلية غلانزا يحكيو على مردود المنتخب الوطني التونسي اللي خنقوله في بداية المباراة ورا شوية كورة خنقول ورا شوية كورة يتسام والله الحقيقة بعد هدف تعادل سجل متسرر تالبي في دقيقة 18 من رأسية طمعت أنا واحد من ايه قلت شخص كان يوفى الماتش 1-1 قلت ليميت 2-1 نتيجة مشرفة لكن مع الأسف فما بهتة فما أخطاء كثيرة صارت البارح فما ملعبية خسروا نقاط فيما يخص صراع افتكاك الأماكن كأساسيين يعني في مونديال قطر 2022 ما غير ما نسميه المراكز لكن ظاهرين الأخطاء البارح اللي صارت فما أخطاء فردية فما بهتة الحقيقة بهتة كبيرة فما زاد نقطة مهمة جدا يوسف أنه ممكن الملعبية اللي ينشطوا في البطولة المحلية ظلموا الحقيقة بما أنه البطولة تنطلق نهار 30 سبتمبر أصحابهم مثلا اللي المحترفين في البطولات الأوروبية وحتى بطولات خليجية عندهم ساقيهم على الأقل 5-6 مباريات اللي يلعبوا في فرنسا عندهم 9-10 مباريات دونك الحقيقة فوارق عديدة كانت امبارح ومنحبوش نكونوا قاسيين ممكن على ملعبية المنتخب الوطني التونسي حتى الصحافة البرازيلية ممكن حكيت أنه المنتخب الوطني التونسي قالوا أنه منتخب جيد ومنتخب ورا شوية هكا وجه باهي من الأول ثم بعد الفوارق عديدة الحقيقة مع منتخب البرازيل المرشح للفوز بكأس العالم امبارح حكيو بثقة كبيرة يعني الصحفيين البرازيليين أنه منتخبهم قادر على الفوز باللقب في قطر 2022 تشوف الملعبية تشوف التوش تكنيك اللي ما تراها كان في البرازيل الحقيقة وحتى الملعبية اللي تجي من البنك فريمون أسامي كبيرة برشا ومنتخب البرازيل تنجم تقول منتخب كامل ممكن على الجهة اليوم فقط عنده بعض المتاعب دانيلو ممكن ماهوش في مستوى الملعبية ممكن اللي مروا بالبوست هذاك نحكيو على كافو نحكيو على مايكون ولا دانيال فيش دونك ممكن بعض المشاكل في مركز الظهير الأيمن فقط
الباقي الحقيقة منتخب البرازيل يخوف وبش يكون رقم صعب في مونديال قطر 2022. شكرا لك امين جلانزا، تروح غدوه ان شاء الله بحذنا ترجع لنا لهنا للاستوديو، ما تنساش ليه غدوه يروح اما يرجع بحذنا ان شاء الله على قريب، ما تنساش البارميجيانو نتاع زين باش طيب بيه، تنساش تعملناش كيما ساسوها باهي تو نجيب وما تجيب. اي سامحني سامحني انا وبعد نجيب لها وهي ما تجيب شيء، اش عملنا نحن؟ هي ما تجيب حتى شيء، الكل جي ده فارغه. خوي كلمها وتشوف معاها انت بعديك فضوا اموركم مع بعضكم، وليت لي كلاشيت ما بين ليكيب الكل ديجا خضره حرب بحذنا كيف كي توسيك على الشوكولاته والحلاوي وكل شيء، ما تجيش يديك فارغه يا جلانزر او اي فيم كل تستنى فيك اي فيم الكل، رد بالك ثاني اموركم واضحه ناسكم امورنا واضحه. شكرا لك، اخبار رياضه تلقاوها كالعاده على الباج فيسبوك اي اف ام سبور، كل الاخبار والروبريك نتاع جلانزا كالعاده تلقاوها على اي اف ام تي في عشان يوتيوب تاعنا راديو اي اف ام. ببليسيتي ورجع مع يوسف البحري، جونا 10 12 اي اف ام 6 12 على اي اف ام احلى غدي 11:21 من 22 دقيقه، ريت تحب تزيد سيكوند انا بخاطر الروبريك اللي تجي تو راني نحبها برشا توت سويت خضره حرب. اهلا وسهلا بي، اهلا بيك، شنو احوال؟ صباح النور، صباح الخير ليك وللناس اللي موافين على الكل. قمت تعب شويه كي ليكيب ناسيونال انت قمت فاشله شويه خضر. والله تلمون بيرح توترت. اي علاش توترت يا اخي نلعب ضد البرازيل؟ طمعت كيما قال جلانزا طمعت، معناتها كنت راه الفرحه نتاع بونتو التعادل معناتها بعد فشل طرت طرت حاجه ما فهمتهاش انا في طرحهم بيرح يا اخي لونترينور نتاع البرازيل شبيه في كل بونتو يفرح، البونتو الاول فرح الثاني تكربس الثالث نقز هذا الكل ما الرابع ولا يبوس في جوارات الكل اكزاكتومون معناتها لهالدرجه خوفناه ومعناتها ولعبنا له على اعصابه والله العظيم غريبه فهمتش. 3348 دينار كلفة عايش عائله تونسيه من اربعه افراد. كي قلت الرقم الاول تخيلوا رقم اس ام اس باش نربحوا حاجه حسيت. قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الريحي في التصريح أن العائلة التونسية التي تتكون من أربع أفراد تحتاج لتأمين حاجياتها المعيشية في العاصمة فقط من غير تخليص حق الكري، تتكلف 3448 دينار. جاتني 100 دينار ناقصة في ورقتي بجهرة 300 كاملة؟ اي خاطر جاتني 3348 دينار 3 ملايين بلغتنا 3... احنا 3 ملايين و 448 دينار واضح. هي. معنتها شنو هو هذايا؟ ساعه فما حاجه علاش 3 ملايين و 448 علاش مش 3 ملايين و 500 شفران ولا 3 ملايين و 450 شفران؟ كيفاش يحسبها؟ ما فهمتش. ساعه انا نحب نقول له حاجه نحكي 3 ملايين عايش خويا اي خاطر 448 دينار يعني هذايا عبد يخلص شهر في العائله العاديه وي. العاديه نحكي وما احنا ديجا الطبقه الوسطى ولينا ما الكل فقراء الى وجه الله الكريم وي. فهمتني راه فما عبيد ما عامل يوميين كان هكا تتقال مع عامل يومي ما نهار يخدم وعشرة ما يخدمش صحيح ما تفيش تحكي انت ما هذه 3 ملايين ما تراه انسان لاباس عليه خاطر احنا شهريه ما تقول شهريه كان ما تبدا فوق الزوز ملايين الباقي كل ما عنده من حد فقر فهمتني ما نحكيوش على 3 ملايين وكذا وكذا ما نسمع نردوا بالنا ردوا بال. في الارقام ما خاطر منير بن صالح يدعو الى تفقد مضامين الولاده. كان هو الاخبار ما عنده جمعتين من اللي هبطوا منير بن صالحه ولكن انا حبيت نحكي عليه اليوم. كان صرح المحامي منير بن صالحه انه نسبه الطلاق بدون علم الطرفين ولات بكثره الايامات هذه وقال انه لازم النساء تتفقد المضامن نتاعها لتلقى روحها مطلقه غيابيا وهي قاعده تركب في الملوخيه. أه. نحب نقول له اللي في تونس تركيب الملوخيه أكثر بطئا وتعقيدا من قضايا الطلاق وخلي عاد كان تركب المدفونة هذيك عادة أكثر بطئا من قضايا الإرهاب ملا شني أنا برجليب شو نتفقد مضموني يا أخوي خد حتى شيء ما عاد مضمون ما عاش تعرف شيء ما عاش تعرف شيء تعديو الهيلة الذويدي قالت فستان ماريلين مونرو كان يقعد بليش ما نلبسوش يا هو قعد لك حتى هو بليش طب بجدك أنت معناتها يوسف مع احتراماتي مع صديقتنا هيلا الذويدي تتطاول على مارلين مونرو أيقونة الجمال
كان الفستان نتاعها ما تهيش بيبها اشب من ماريو من روبرت مارلين مونرو. احلاها هيلا ثويت عليه. لا محلاها انا هي. قلت جبيبها. اه. ما قلتش هي هيلا عسل ومحليها وتهبل. اما ان معناتها نتطاولوا على مارلين مونرو وروبرت او بنوار مارلين مونرو هذه حاجه كبيره ياسر. هذه حاجه تتعدى الحدود. ما يجيش مارلين مونرو تتقلب ليلة كاملة في قبرها مبارح. قلت والله كان جاء عندي جهد لما نقوم نمشي لهيلة ما تنخيط لها روبا كيما روبتي. لا هيلة واه خيتي. نجيب تزيري زميلنا يقول من لم يتزوج تونسية متى أعزب. صراحة صادقنا نجيب تزيري وقال كيما قلت انت توا من لم يتزوج تونسية متى أعزب. نحب نقول له مش هذيك برك سي نجيب. من لم يتزوج تونسية متى فلس. نقص حب نقص دليل ما شاف شيء من الدنيا لا اقتصاد ولا فيينة ولا شاف كلمة حلو ولا شاف تصنيف ولا شاف رومانسية ولا شاف قشعريرة ما شاف شيء شيء من حياته شيء. تتزوج التونسية تشوف كل شيء تشوف حتى نجوم في القايلة عزيزي ولا لا. السين شنو هدية القطر؟ طلع طلع السين تهدي قطر سهيل وفوريا. شقاولك زوز من أضخم دبابة الكوالا في العالم. ها بمناسبة كأس العالم 2022 يوسف يا يوسف سهيل وثريا ماشي القطر وانتي ليه؟ شكون قالك نحن ممكن باش نمشيو عليه انتي ماشي شوف مع بوغانجا هي قالت لي قبيله ممكن نمشي وعليه تبعثك انتي مالا شكون باش تبعث يمشي جلانزا يمشي زادا جلانزا انتي كاوبكش ماشي انا بركه مش ماشيه تغشش على الفريق الاعداد ايجا نقول لك يوسف ولا بالحق خليك ولا مش تعيش في البرد شويه قطر كلها رطوبة معناتها وسخونة كم دافية شوية فما كليماتيزور صح لسهيل ثريا اكتشاف فيروس جديد يشبه الكورونا اكتشاف فيروس جديد يشبه كورونا اسمه خوستاثنين اي من روسيا جاي حاسيلو في كل بلاد يخرج فيها مرض جديد يتسمى على اسمه معناتها كورونا تسمى في الصين وخوستا تسمى في روسيا قالك جاي من الخفافيش شكون عمل فم خفافيش في روسيا في الصين ومتفاهمين ياكلوا الاخضر واليابس واللي يطير واللي يمشي ما يفلتوا حتى شيء وروسيا ايش مهزهم ياكلوا في شربة الخفاش والخفافيش مش نوية تسيبنا والله ولينا احنا هما خفافيش الظالم تعبنا واحد يقول لي كوفر فوق واحد يقول لي مش نقعد في الدار راني نعمل العجب فننا تعلم الفئران الرسم بيه فننا تعلم الفئران الرسم وتبيع التابلويت متاحهم بمبالغ معتا هيلة معتا ضخمة جدا عن طريق غمس أقدامهم هاي. في الألوان احنا نربيو في القطاطس ياكلوا ويشربوا ويرقدوا ما يعملوا في حتى شيء وما شدوا حتى فار دونك انا لهنا نداء اللي عنده فيران مسايبين ولا ما لقاش كيفاش نشدوهم ونعملوا بهم مشروع هاي المشاريع الناجحه هاي الفلوس منين تجي يوسف وانا قاعده بحضة يوسف بحري نهار كامل نقطع والريش ونهتري نهار كامل وما ربحت حتى شيء نمشي نشد شويه فيرين خويا ندبر فيهم نبيع شويه تابلويت ونبيع شويه تابلويت وتشوف الا ما نولي مشهوره وقتها تكون قول كنت نعرف خضرة حرب يا يوسف بائعة تابلوات الفئران شكرا شنو شكرا ليك حلا حارب كالعادة خضرة حرب على السوجي نتاعها كيما كل يوم برافو يعطيك الصحة عايشك وشوف الفئران البرطة تلقاش يزوز فما كان الفئران عندنا كان الجريبة والفيرين يلا ل 11:29 دقيقة جاونا ديز دوز حتى النص النهار موزيكا وراجعي 30 دقيقة توت سويت مش مشكل مع ريش بونجور إريج بونجور يوسف مرحبا بك كيف مستمعي إذاعة إي إف إم طالبة سلم اليوم في الأبيض إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما طالبين السلم مش كي نلبسوا بالأبيض مرحبا إيش عنا اليوم اليوم مواصلين مع ستيغ لكن في موضوع مغاير نسمع شنو عنا وبعد نرجع نحكي يلا عسلامة إي إف إم أنا حبيت نحكي على حكاية خويا اللي شارك في مناظرة تابعة ستيغ من 2016 ونجح في الكتابي ونجح في الشفاهي وسكور متاعه 91/100 الترتيب متاعه الخامس نجح في الكتابي والشفاهي وتعدى الفحص الطبي بعد اللي صارت له في مشكلة بحكم أنه تعرض للحادث سبب له في بتر جزء من واحد من صوابعه الحصيل وعمر أوراقه والعقد اللي بينه وبين الشركة تنزيه الكهرباء والغاز وعمل له تعريف بالإمضاء في البلدية وقالوا له بش ندوك من مارس 2019
خويا قاعد يمشي ويجي يمشي ويجي ويسأل ما فهم شيء ما فهم شيء. حتى في 2021 فد يا أخي وكل محامي باش يشوف له شن هي الحكاية. المهم بعد ما وكل محامي توصلوا بقية اللي هو ما نجحش في الفحص الطبي بعد اللي هو عمل العقد متاعه في البلدية. المهم أنا حبيت نستفسر من واحد من المسؤولين شنو المشكلة بالضبط. أسكو هو ما عنده شي حق باش يخدم بحكم اللي هو عنده إعاقة فوق هذا وكله. هو رو عامل شهادة في الحام يعني وقت هو يستنى باش ينادوله باش يخدم خدمته عمل شهادة في الحام يعني ما عمرها ما كانت إيده عائق قدام الحلم متاعه. حبيت ناخو حق خويا حبيت يخدم على روحه. إذا تحبوا الشباب ما يحاقش ما يسرقش أعطوهم أفض حقوقهم خليهم يخدموا وأنا مستعدة باش نمدكم بأي وثائق لازمة إذا كانت تستحقوا. الحق في العمل راهو حق دستوري هنذكروا شو استحاجة برك حق دستوري راهو الناس كل لازمها تخدم واللي نجم يخدم لازمه يخدم ومن حقه أنه يخدم. يوسف بالنسبة للموضوع هذايا أنا اتصلت الحقيقة بسيد منير الغابري رئيس مكتب العلاقة مع المواطن. هو مشكور صحيح ما قدموش الملف وكل لكن هو فهمني العملية هذه متاع المناظرة كيفاش تصير. هو عدد من أو جملة من الاختبارات ولكن كي تنجح في اختبار واحد مش معناتها نجحت في الكل. هذه حاجة وكي تكون نجحت في الكل كيما قالت المدى خاطر نحنا ما نعرفوش الوثائق ما هيش قدامنا هنا. إذا كان هو نجح في الكل كيما قالت هي الكتابي والطبي وكل هي الفحص الطبي هي اللي عندها فيه المشكلة حسب ما قالت المدام هنا. قال لي سي سامبل على الاخر يقدم مطلب تظلم عند ستيك ويسويه الوضعية ويقولوا له اسكو وين المشكل بالضبط. إذا كان قالوا له ما نجحش وإلا شنو الاختبار اللي شكل مشكلة بالضبط. وهي قالت إنه صحح معناها الكونترام تاعو وهي تتحل حكاية سامبل ما مطلب تظلم لستيك ويحكيوا معاه ويفهموه هما بيدهم يجيبوه كتابيا ينجموا ويشوفوا شنو المشكلة وتتحل ما فما حتى مشكلة. معناتها هو وقت اللي يعطيوه الكونترا نورمالمون معناتها الأمور واضحة هو كي نوصلوا للتاب نتاع الكونترا نورمالمون نجح في الاختبارات الكل وتقبل. معناها هي حكيت حتى على ليغاليزاسيون في البلدية دوك هنايا سامبل زيدة تظلم باش هو يطلب علاش ما تمش الانتداب ويجاوبوها علاش ويجاوبوها علاش ان شاء الله بطبيعة باش نربطوهم ببعضهم ونشوفوا المشكل وين باش يوصل ان شاء الله يلقاو حل للمشكل هذا. شكرا لك يا ريس. جست نذكروا انه يطلبوك على 71 194 194 وينزلوا على نجمه يخليوا المشاكل نتاعهم واريج تحاول تلقى لكم الحل كيما هكا ولا تعطيه اي هو سي با فاسيل. خلينا جست نفسروا للعبيد راهو ماهيش سهله الجمله الحكايه لانه سلطات ساعات هي نكلموه راو فما اللي يتجاوب معاك فما اللي ما يتجاوبش معاك وراو ساعات المشاكل تفوت نوعا ما العباد اللي نحنا نكلموهم دونك ياخذوا وقت باش يدرسوا الموضوع بالضبط. هنا باش نوضح البوان الاوليني انه ساعات الحكايه تقتضي دراسه ملف يعني انا ما نجمش سامبلومون ناخذ مسؤول نقول له تفضل اسمع لونجستريمون شنو يقول وتفضل جاوبني هذايا نتفهم كي يقول لي ما نجمش دو مش اي موضوع تنجم تاخذ فيه ديريكتومون مسؤول. ساعات البروسيدور الطول بميل والا انه مثلا في الوزارات لازم ترجع للوزاره باش الوزاره تكلف شكون المسؤول في الحكايه هذيا. ساعات كي تبدا سامبلومون كيما اليوم ينجم يعطيك جينيرالمون بالضبط شنو ينجم يصير دونك سا برون دو طون وان شاء الله نحن نعملوا اللي علينا ونحاولوا نعاونوا الناس. برشا عباد راهي قاعده تبعث على 71 194 194 نجمه راهو مش معناتها رانا ما نجموش ناخذوا الناس كل شباب واضحين حتى كي ما نجمش نوصل للمسؤول علاش ساعات نخيروا يوسف حتى ان نعديه المشكل وحتى كان ما تحصلناش على مسؤول ابسط حاجه على الاقل حتى انك تتوصل الصوت. ساعات نجم حتى سلطات وحدها وحدها تتحرك او جهات المسؤوله كي تسمع المشكله تنجم تتحرك. المهم تبعثوا المشاكل نتاعكم 71 194 194 نجمه كيما قلت لكم يريج برشا مرات المشاكل العائليه والمشاكل مع الجاره والمشاكل هذوما الكل راهو ما ندرسوهمش اي مشكله مع بطبيعه السلطات ولا مع كيما توا ستيك سونيد. مشكورين ستيك سونيد الكنام لانهم بالرسمي يرجعوا فيسع فيسع يجاوبونا ويرجعوا لنا فيسع فيسع ويعطيهم الصحه. مشكله البارح 300 عائله في تونس
تونس دون ماء منذ أشهر في ولاية بن عروس، قاعدين رانا ندرسوا فيها إن شاء الله. ما تقولوش رانا قاعدين نعدي وكها، ورانا قاعدين ندرسوا في الموضوع، قاعدين نكلموا وبقدرة ربي المشكلة هذه باش تحل في ولاية بن عروس. شكرا لك أريش، ميرسي بوكو. تقابلوا غدوة كالعادة نفس التوقيت. نعاود نذكر 71 194 194، نجمة تخليوا المشكلة نتاعكم على الريبوندور نتاعنا. يلا موزيكا وراجعين معاكم أخبار النجوم مع أي مش دي جي سنيك ديسكو مغرب على اف ام احلى راديو. توصلنا ل 11:44 دقيقة باش نحكيو في جونا ديس دوز على تظاهرة دريم سيتي في دورتها الثامنة، باش نحكيو أكثر على البرنامج وأهم الفنانين والحاضرين. فرحانين أنه يكون معنا سفيان ويسي مدير الفني لدريم سيتي. أهلا وسهلا بك. عسلامة وصباح الخير. نحويك سفيان. مرحبا. مرحبا بك. قبل كل شيء للناس اللي ما تعرفش ربما دريم سيتي، لأنه توا نورمالمون الدورة الثامنة لعبت بدات تستانس بالتظاهرة هذية، كيفاش نجموا نلخصوها في ساعة نعرفوها دريم سيتي ونعطيو الاهداف نتاعها بتبيع. والله دريم سيتي ساعه موجوده من 2007. هي. عندها توا 15 سنه ديكزيستانس. هذه الدوره الثامنه نتاعها من 30 سبتمبر ل 9 اكتوبر. هو الفن للناس الكل، للمواطنين سورتو اللي يعيشوا في تونس وخارج وخارج تونس، معناتها فريمون جيونا من قابس من سوسة من كل بقعه. وهو كونه الفكره كونه يكون فن في كل نهج في كل شارع في كل منطقة من مناطق تونس العاصمة، دونك من المدينة والسنتر فيل. راه مش كان المدينة، خاطر الناس الكل يقولوا دريم سيتي المدينة، ماهوش كان المدينة، المدينة بالأساس. هذه حاجة مهمة على خاطر الانطلاقة نتاعو والفكرة بدات من المدينة وللمدينة وللأهالي المدينة. أما راهو هو من الكونتكستوال نحكيو للجلوبال، معناتها راهو نحكيو من تونس، من هنا، من نظريتنا، من عيشتنا، من حياتنا، من أمورنا اليومية، نحكيو للعالم ونجيبوا العالم لتونس زادا، خاطر فما حضور كبير برشا. نحكيو بتبيع على الحضور. دريم سيتي هو فن. فن مهوش فن الشارع، اما فن في الشارع. واضح. فوالا سي با لارت دو رو، مهوش ستريت ارت، خاطر الناس الكل يسخيبوا ستريت ارت. لا لا ابسوليمون با، هو فن سي بلوري ديسيبلينير. الفنون كل موجوده، الرقص، السينما، المسرح، لي كونسير، الموزيكا. معناتها تنحكيو من بعد على 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 الفنانين الموجودين كيما كاتيبون، كيما ميل مثلوثي، كيما دونك سي فريمون اون غراند بروغراماسيون بلوري ديسيبلينير. الاذواق الكل موجوده الفنيه. هذا هو دريم. باهي برش. قديش مهم دريم سيتي لتنشيط المدينه، لانه فما حركه تولي في وسط البلاد. مهم برشا. أي. مهم برشا، ونحسوه على خاطر سكان المدينه ساعة العتيقه يستنوا فيه بثقه ودرج. نذكر لي في 2012 وقت الكريز كبيره، معناتها خرجوا دي ستوك نتاع 6 و9 اشهر ما تباعولهمش وقتها في دريم سيتي. فريمون حيره الاكتيفيتي ايكونوميك نتاع المدينه، دونك ايكونوميكمون très important. Les maisons d'hôtes يبداو معبين ما فماش بلاصه، لي ريستوران معبين ما فماش بلاصه، لي زوتيل كيف نفس الحكايه. دونك حاجه مهمه برشا هي effectivement تحرك بيان سور، تحرك الاقتصاد، اقتصاد المدينه العتيقه. ما سنتر فيت زاد ككل. باهي برشا. اخر دوره كانت 2019، ترجع من بعد التوقف، نعرفوا علاش وقف دريم سيتي، لانه الكورونا والشيء هذاك الكل صار في العالم وفي تونس زاد. شنو يميز الدوره هذه، الدوره الثامنه، شنو هي الفرق بيناتها وبين السبعه دورات الاخرين؟ وراهي التسكير نتاع الكوفيد اللي حكينا اللي تحكي عليه انت مقبله، ايفيكتيفمون 3 سنين انغلاق على النفس، اما قعدنا نخدموا راه كمان، والفنانين قعدوا يخدموا كل واحد في المناطق نتاعو. الدوره هذه دوره مهبوله برشا. مهبوله برشا، خاطر فيها سي فريمون اون اكسيتاسيون دو لانفيرمون. دونك زاد توري زاد قداش احنا مشتاقين للجمهور وباش pour partager un peu l'effervescence de la création artistique. معناتها هذه حاجة كبيرة. فما زاد برنامج للصغيرات اسمه خرب جاسيتي. هذه حاجة مهمة ما بين 6 و 17 سنة. دونك وهذا ينجموا يلقاوه على الموقع نتاع دريم سيتي، مي سي فريمون اون بروغراماسيون سبيسيفيك pour les enfants et les adolescents. نجم انا نقرر باش نهبط صغيراتي ونعمل معاهم نهار نهارين ثلاثه في دريم سيتي. وراه اللي يحب دريم سيتي يفهم دريم سيتي، راه ما تفهموش في
نهار. وي. هو عش على ذاك على مدة 10 أيام، وإن شاء الله الدورات الجاية نحب نزيد نطول ونمد في المدة. دونك معناتها ماذا بيك تعيشوا حتى 3-4-5 أيام باش تفهم شنو المنطق الكل متاع دريم سيتي، على خاطر نحكيو زادة نقطة الانطلاق والفكرة نحكيو من حاجات أثر على المجتمع التونسي متاعنا، أما دون مانيير استيتيك ارتيستيك سي ترانسندي سي دونك باش تفهم شنو ال معناتها هو بلوس ان اسباس دو في ان اسباس دي ليبرتي. دونك باش تفهم شنو النقاش اللي هو مطروح يلزمك تعيشه اكثر من نهار. باهي هو مده 10 ايام، دونك العباد عندها الوقت باش تعمل دورتها في دريم سيتي. فما الفيديو اللي بروموسيونيل للدريم سيتي راهي مزيانه برشا، تنجموا تفرجوا فيها تلقاوها على الموقع نتاعكم، مزيانه برشا ونوعا ما تفسر شنية باش تعطيونا في دريم سيتي وشنية باش يلقاو العباد غاديك. أي مواضيع حساسة ومواضيع اللي كنا نسألوا عليهم كمواطنين ساعة بالأساس، والفن يجاوب على الأسئلة. فما فنانين من فلسطين، من بيروت، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من فرنسا، من البرتغال، من أمريكا. دونك فريمون هي فريمون نقطة، انا نقول كاينو سي لو بارلمون ارتستيك، سي لو بارلمون ارتستيك ا سيال اوفير. دونك سي فريمون دي ارتست افيك دي سبيسياليست، على خاطر فما مفكرين من جميع زاد الانماط، معناتها دون غران ديفيرسيتي، كسا سوا لا سوسيولوجي ولا لا ديمونسيون بوليتيك كي تري امبورطونت اوجوردي، ايكونوميك، معناتها انثروبولوجيك، معناتها برشا مختصين يرافقوا الفنانين في الديفلوبمون وفي الديفلوبمون دو لورز اوفر وفي بناء من المشاريع نتاعهم الفنيه. اي لانه الفن تطور برشا نقولوا في السنين الاخرى. هذا فما عرض الامال مثلوثي بالنسبه للعباد تستنى تصور في العرض هذا، العباد زاد اللي تحب الراب، فما كاتيبون اللي من احسن لي رابور نقولوا الموجودين في الساحه التونسيه، ويمشي يكونوا ان شاء الله امال وكاتيبون. كاتيبون رجعنيه رحومته الحقيقه، وهذه حاجه هو برشا. كان شيخ برشا والحقيقه محليه انا نحبه برشا، وفنان رائع واخلاق وكل معناتها اون تري بيل بيرسون، تري 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 بيل بيرسون الحقيقه. اي لي تري زورو باش يعاود يهبط للحفصيه وباش يغني للحفصيه، ومرحبا بكم الكل في الحفصيه. هما سي دي كونسير في الحفصيه 3 ايام، نهار 7 ونهار 8 ونهار 9 اكتوبر. دونك يفا يافوار دي كونسير. كاتيبون باش يكون نهار 7 8 اكتوبر في قلب الحفصيه، وباش تكون ظهر لي سهريه قوية وسخونة برشا، وإحنا بيدنا كمديرين فنيين نستنيو فيها، وكفريق جمعية شارع فن ودريم سيتي نستنيو في السهريات هذوما في الحفصية، على خاطر يلزمنا نحتفلوا. وي. نحتفلوا، وهذه قوة الحلم كانت سي كونكريتيزاب، معناتها الحلم البناء، ويلزمنا نحتفلوا، ونحب نحتفل مع كل المواطنين التوانسة من جميع دو توت لي ديفيرسيتي تو لي كور، الأجساد الكل، الأفكار الكل. هذه تونس، سي سيت ملتيبليسيتي دو كور اي دو بانسي اي دو فيزيون بشبابها فريمون توت لي زاج دايوغ تشوفوا في الحفصية، معناتها الناس الكل تهبط الحفصية. صحيح. واللي يحط الطاولة نتاعو والشيشة نتاعو والدنيا واحد وكل، دونك فما حياة قوية برشا، ونحس اللي الناس تحب الفن ومتعطشة للفن، دونك هذه حاجة مهمة. على ذاك صحة الحفصية مهمة عندنا احنا، هذه حاجة. وأمل مثلوثي باش تكون نهار 30 سبتمبر هي سهرة الافتتاح، أما 30 سبتمبر نبداو باللي باركور ديجا. وي. نهار من ماضي ساعتين نتاع العشية، دونك المدينة كلها مفتوحة، حتى الباب الخضراء، حتى الباب السويقة، حتى البطحة المركاز، معناتها موجودين في جميع المناطق في تونس. وأمل مثلوثي دونك نهار 30 سبتمبر 8:30 في المسرح البلدي، وانا نحب المسرح هذاك برشا، وعشنا فيه برشا حاجات. مسرح مزيان برشا، المسرح برشا البلدي. بلي خلينا نذكروا انه المسرح البلدي ماذا بينا نشوفوه في حله مزيانه، ماذا بينا يتقد شويه، لانه فما حاجات لازمها تتقد في المسرح البلدي. باتريموان التونس لازم يقعد، ولازم يقعد عايش خير من اللي هو توه فيه، ومهم ياسر في تاريخ تونس، معناتها هذا مسرح تعدي منه
الفنانين الكل ما لازمناش ننساوه على خاطر فريمون سي ان بيجو اركيتكتورال ساعة وهيستوريك هذا ندافعوا عليه وعلى ذاك امال مثلوثي موجوده غادي وفما عديد من العروض فما ثلاثة عروض في المسرح البلدي اللي هما مهمه برشا فريق فرقه من كينشاسا دايوغ موجوده زاد باش تجي من كينشاسا عرض راقص فانتاستيك ان با راتي زاد كيف كيف معناتها نخلي انا كمان الجمهور يطلع على البرمجه الكل بالتدقيق على larue.org اللي نجموا يلقاو التفاصيل الكل ينجموا نشيروا التذاكر نتاعنا على الموقع ما فما حتى مشكل اما انا ديما نحب نهبط المسرح البلدي ونشري التذاكر نتاعي في المسرح البلدي دونك موجودين احنا الحقيقه ليكيب الكل دي بينيفول كو جو فيليسيت جو ريميرسي تبارك الله عليهم دون افيكاسيتي سي انكرويابل الحقيقه عندنا 150 بينيفول سنه تلقاهم هما يستقبلوكم في المسرح البلدي باش باش يرجدوكم ساعه ويفسولكم شنو خاطر برشا عبيد يقول يا سي كومبليكي وما فهمناش وياسر فما حاجات اي برشا حاجات راهو الكل عروض من ماضي ساعتين هذا نهار جمعه من ماضي ساعتين حتى الساعتين نتاع الصباح من ماضي ساعتين نتاع القاليه حتى الساعتين نتاع الصباح فما عروض اما الايام الاخرين نبداو ابكر نبداو العشرة نتاع الصباح حتى الماضي ساعتين نتاع الصباح فما عروض مجانيه مش الكل ابسولومون ابسولومون فما 50 ولا 60% من العروض مجانيه ساعه سور ليسباس بوبليك هذه حاجه ونحبوا نرجعوا انكور بقوه على خاطر الكوفيد هو اللي قلقنا برشا في الفتره هذه دونك ان شاء الله في 2023 سا برومي يغا انكور بلوس دو سبيكتاكل باش يكونوا على ليسباس بوبليك هذه ونتوسعوا اكثر في المدينه نتصور نبعد اكثر نبعد اكثر هذا هو حلم دريم سيتي نتصور انه تكون اكثر وتبعد خلينا نقولوا من السنتر فيل بالذات تمشي اكثر تبعد اكثر وهو السنتر فيل زاد سي بور دير كو في السنتر فيل زاد يا لا ديمونسيون دو لا فيت نجمو نحتفلوا معنا مع بعضنا في السنتر فيل دونك سي ان اسباس اوسي مانيفيستيف دون لا فيت دونك سي لا مانيفيستاسيون دو لا فيت باهي الكلمه اي باهي الكلمه باهي الكلمه على الاخر ان شاء الله تكون تظاهره مزيانه برشا دريم سيتي خلينا نذكروا وقتاش وقتاش تبدا وين بالضبط وين يلقاو البروسبكتوس اللي عندك توا باش العباد خاطر نعرف برشا عباد كي تحب تدور هكا في تظاهره كيما هي يحب يكون عنده الورقه هذيا الكبيره الورقه هذه هاي نوريكي الورقه الكبيره هذيك هذيك وتعاونك خاطر ولاد الحومه الكل يوليو يعاونوك كي يشوفك بالورقه هذه يفهمك يقول لك هاي جنهزك من هنا وفش تحب تتفرج ويعرفوا البروغرام الكل جماعه سكان المدينه الكل دونك الورقه هذه نلقاوها البلان تاع دريم سيتي اللي هو يعطيك اكسي لتو لي اسباس باش تفهم شنو البروغراماسيون كلها نلقاوها في نقاط البيع ونقاط الارشادات كيما المسرح البلدي بالسنتر فيل نتاع تونس ولا في السنتر ناسيونال دو كومونيكاسيون كولتوريل في نهج سيدي بن عروس في نهج الباشا بلوز اكزاكتومون دونك هذاك نهبطوا من نهج القصبه جوست تدور على يدك اليسار تلقى السنتر موجود ما تهبطش نهج سيدي بن عروس تهبط نهج الباشا كانك ماشي البيل الحجار وعلى يدك اليمين دوب ما تدور تختف الدوره تلقى لو سنتر دو كومونيكاسيون تلقى برش. كل شيء هذيك موجود راهو التذاكر راهي في منوال في واحد في الناس الكل معناتها سي تري اكسيسيب سي 5 دينار بار بيرفورمانس هذا لي فيديو الكل تشوفهم الكل ب 5000 معناتها عندك باس يهزك للتياتر الحمراء وتمشي لقشله العطارين وتمشي لفخري غزال للاسباس نتاعو في مخزن الرشيديه مش بعيد على بطحه ساحه القصر دونك الكل هذاك ب 5000 معناتها راهو مفتوح للجميع فما عروض مجانيه دونك سور ليسباس بوبليك انا جو فوز انفيت عندكم ان نيميرو دانفورماسيون نجمو تكلموهم ويرجدوكم زاد ا ديستانس 27 522 863 نعاود 27 522 863 دريم سيتي من 30 سبتمبر 9 اكتوبر مرحبا بالتوانسه الكل مرحبا بالناس الكل سي صوفيا نويسي مدير الفني لدريم سيتي ويعطيكم الصحه على الخدمه اللي تخدموا فيها للفن في تونس باش تحييوا الفن وتحييوا المدينه زاده لانه وراء خلينا نقولوا التظاهرات هذوما راه فما عباد قاعده تخدم في خدمه مزيانه برشا يعطيكم الصحه ميرسي يا شكرا لك بور لانفيتاسيون مرحبا بك عايشك ترتيحه صغيره راجعين معاكم حتى النص النهار
احلى راديو. خلود مبروك، اهلا وسهلا. اهلا اهلا، مرحبا غادسه في البروغراماسيون تاع دريم سيتي. غادسه في البروغراماسيون، صحيح والله نفرح كي نشوف حاجات هكا في تونس، حاجات مزيانه برشا كان يحكي لنا عليهم سي سفيان، مزيانه على الاخر. يلا باش نمشيو للسيريو تو، لانه بعد شويه فما 90 دقيقه مع كل الفريق. شعنا اليوم خلود؟ قضيه 600,000 دينار اللي يلقاوهم في خزنه نقابه الامن الداخلي. الداخليه تفتح تحقيق في تبييض اموال، وشكري حماده يجيو بيقول معناش تبييض اموال، و600 الف دينار هذوكم وقع يعني جبدوا من البنكه بطريقه قانونيه. باش نبداو دايوغ بنقطه خارجيه من صفاقس، وين نقابه القوات الامن الداخلي بصفاقس عاملين يوم غضب وندوه صحفيه. مراسلنا فارس لحيني باش يكون معنا من صفاقس اليوم، باش نحكيو على فوز اليمين المتطرف في ايطاليا. يظهر لي وقيت باش نشوفوا شنو هو مصير الجاليه التونسيه، شباب اللي حرق الهجره الشرعيه والغير شرعيه، خاطر يا باك الحرقه معناها في علاقه البروغرام تاعها. هي حكيت برشا على الحرقه اللي عليها اكثر. شكوني رئيسه الوزراء الايطاليه هذه الجديده اللي طلعت لي عليها برشا جدل، والمحطيت من المواضيع الاخرى بيان باهي برشا. باهي برشا، 90 دقيقه بارتير من نص النهار مع خلود مبروك. انا يوسف البحري نتقابل معكم غدوه ان شاء الله في جونا ديز دوز نفس التوقيت من 10 نص النهار. باي باي، تشاو.